السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للوقوف على مستجدات الاوضاع في العاصمه المؤقته عدن وموضوع الاستلام والتسليم بين القوات الاماراتيه والسعوديه. أعلنت قيادة التحالف إعادة تموضع وانتشار قواتها في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة السعودية. وأوضحت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التحالف لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية ومكافحة الإرهاب. وأكد البيان استمرار جهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية وكافة المكونات. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع مغادرة القوات الإماراتية مواقعها في عدن، وذلك في إطار التوصل لحل للأزمة بين الشرعية وأبو ظبي المتهمة بدعم التمرد والانقلاب. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا بقي للشرعية اليمنية من أمر اليمن؟ وهل يمكن القول أن انقلاب المجلس الانتقالي كان مبررا للسيطرة السعودية على العاصمة المؤقتة عدن؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. وانتقلت عدن من السيطرة الإماراتية إلى السعودية، وهنا يتبادر السؤال الأهم الذي يقض مضاجع اليمنيين: ما الذي بقي للشرعية من أمر اليمن؟ لا شك أن الحديث عن السيادة لم يعد ذا معنى بالنسبة للنخبة اليمنية شرعية وأحزابا وتنظيمات سياسية، فهؤلاء جميعا فقدوا العهدة على البلاد وعهدوا بها للخارج. كان العهد والاتفاق مع تحالف السعودية والإمارات إعانة الشرعية في محاربة الانقلاب، لكنه نقض مع مرور سنوات الحرب وأصبح اليمن هدفا ومطمعا لذلك التحالف. أما الشرعية فقد أسلمت أمرها وأمر البلاد وارتضت أن تكون القفاز الذي يخفي آثار الجريمة والمرجعية التي تحل تمزيق البلاد واستباحتها. وبينما الشرعية عاجزة خانعة في الرياض، تتبادل السعودية والإمارات السيطرة على البلاد. تتقدم الإمارات وتتوارى السعودية، وفي حين آخر تقلب الأدوار ويسمى ذلك بإعادة التموضع كما عبر بيان التحالف الجديد. لكن هنالك من يسمي لعبة تبادل الأدوار هذه بالصراع الصامت، معتمدا في رؤيته هذه على الأطماع المنفصلة لكل من الدولتين في اليمن. والغريب في هذا السياق من يرى في ترجيح كفة السعودية مصلحة لليمن، وكأن السعودية لم تكن القائد الأبرز لمسيرة اليمن نحو الكارثة والتشظي. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من العاصمة الألمانية برلين. سينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور علي العبسي. دكتور مساء الخير. مساء النور، أهلا بك دكتور. نتحدث اليوم عن واقع الاستلام والتسليم بين القوات السعودية والإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن. كيف تقرأ لعبة التبادل القائم ما بين السعودية والإمارات في عدن؟ في النتيجة الأخيرة لم يتغير شيء من واقع أنه مدينة عدن لم تعد تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية. من يسيطر عليها هذا مسألة ثانوية، لكن القضية الأساسية أن السيادة اليمنية الآن لم تعد على مدينة عدن، لا المجلس الانتقالي ولا حتى الحكومة الشرعية اليمنية. المدينة عدن الآن مسيطر عليها من قبل الإمارات، من قبل السعودية، وكان مسيطر عليها من قبل الإمارات من قبل، وبالتالي لم يحصل شيء جديد. يعني التفريق بين القوات السعوديه والقوات الاماراتيه هو تفريق يعني غير ذا معنى، لانه في النتيجه النهائيه الطرفان لديهما اهداف ومصالح خاصه بهما ينفذانها على الارض اليمنيه. في جميع الاحوال اليمن هي الخاسر في هذه القضيه، اليمن هي من يتم انتقاص سيادتها، اليمن هي من تقع تحت الوصاية سواء كانت اماراتيه او لا سعوديه لا تفرق. القضيه الان هي قضيه انتقاص السياده اليمنيه، و أن أصبح اليمن أصبحت الآن تحت وصاية دول أخرى، تحت وصاية المملكة العربية السعودية. هذه القضية الأساسية. أما قضية من يستلم المدينة، يعني هل هذا الأمر جديد دكتور علي؟ هل هذا الأمر جديد؟ هي اليمن واقعة تحت الوصاية والشرعية أساسا قائمة تحت وصاية السعودية والتحالف منذ أن دخلوا في خط المعركة في اليمن. هذه الوصاية كانت ضمنية يعني، وكانت برضا الحكومة الشرعية اليمنية ضمنيا يعني، لم يكن هناك أي أساس قانوني لها.
المملكه العربيه السعوديه كانت تمارس نفوذها في اليمن بنوع من التفاهم او نوع من الاتفاق مع اطراف الشرعيه اليمنيه، كانت تسكت على هذا النفوذ. لكن الان بعد اتفاقيه الرياض او اتفاقيه جده، لا ندري ما هي التسميه النهائيه لهذه الاتفاقيه التي يعني رعتها المملكه العربيه السعوديه، اصبح هناك اتفاق دولي يرعى النفوذ السعودي ويعطي السعوديه حقوقا في اليمن. هذا الاتفاق ينص على ان السعوديه هي من تتولى تكوين قوات امن عدن، هي من تتولى السيطره على المصالح الحكوميه في عدن، هي من تقرر، هي من تحسم المساله في عدن من هذا الطرف او ذاك. وبالتالي الان اصبح النفوذ السعودي الان تحت لديه سند قانوني ولديه اقصاء قانوني، وهذه هي الاشكاليه الحقيقيه. النفوذ السعودي يعني كانت الحكومه الشرعيه اليمنيه تستطيع بطلب لمجلس الامن طرد الامارات من اليمن، او طرد حتى السعوديه اذا ارادت ان تبعث رساله لمجلس الامن تطالب فيها بايقاف التدخل السعودي او ايقاف التدخل الاماراتي. الان هذا لم يعد ممكنا. الان هذا نظريا لم يعد ممكنا، يعني هناك اتفاقيه دوليه برعايه سعوديه وبوجود المبعوث الاممي للامم المتحده لليمن هو من شرع هذه الاتفاقيه، وبالتالي لا تستطيع السعوديه وحتى الامارات حتى عن طريق مجلس الانتقالي ان تتحجج بان هناك اتفاقيه دوليه تنظم هذا الوجود على الاراضي اليمنيه. التطور انه تطور خطير، نعم النفوذ السعودي هو موجود منذ اكثر من 4 سنوات ونصف وكان دائما موجودا بشكل او باخر. ايضا النظام السابق علي عبد الله صالح كان يتيح مجال النفوذ السعودي ما، لكن الان النفوذ تحول الى 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 الى, إلى امر واقعي، امر قانوني الان، وهذه هي الاشكاليه الرئيسيه في الموضوع. نعم، لكن فيما يتعلق بالمشاريع، يعني هنا من ينظر بأن ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن هو استبدال المشروع الإماراتي بمشروع سعودي، يعني هل أنت مع هذا الطرح أم أن يعني هناك أيضا من يرى بأن ما يحدث هو تبادل الأدوار ولكن المشروع والهدف واحد؟ أنا لا أعتقد تبادل الأدوار بقدر ما هو تقاسم للأدوار في اليمن. الإمارات لم ترحل من اليمن، أي شخص يدعي ذلك اعتقد انه غير مطلع على خبايا الامور. المجلس الانتقالي اصلا هو مجلس اماراتي تم انشاؤه على عين الامارات وبيدها وتمويلها. الان المجلس هذا اصبح ضمن الاطار الحكومه الشرعيه اليمنيه. هل نتوقع او هل نعتقد بان المجلس الانتقالي سينهي علاقته مع الامارات؟ هل نتوقع ان الامارات بعد ان صرفت وانفقت كل هذه الاموال على تكوين هذا المجلس وعلى تمويله سوف تنهي علاقتها معه وستقول انتهى دورها في اليمن ولم يعد لها اي مصالح هناك؟ بالعكس، الان الامارات تخفت وراء المجلس الانتقالي، تخفت وراء هذه العنوان لترعى مصالحها بدون ان تدفع اي كلفه. الان المجلس الانتقالي سينفذ كل ما تريد الامارات وهو في الواجهه، في السابق كانت الامارات هي في الواجهه. أن السعودية أيضا تمارس نفوذها أيضا بشكل واقعي، هي تتحكم في مناطق وهي موجودة في مناطق لم يكن أحد يتخيل أن تكون متواجدة فيها. ماذا تفعل القوات السعودية في سوق قطرة؟ ماذا تفعل القوات السعودية في المهرة؟ يعني هناك تقاسم للنفوذ وتقاسم للأدوار، وليس تبادل الأدوار، وتقاسم الأدوار وتبادل وتقاسم النفوذ في اليمن بين الإمارات والمملكة العربية السعودية. الآن يتم تأسيس أو دعم هذا التقاسم أو شرعنة هذا التقاسم باتفاقية دولية. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي العبسي محلل سياسي، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين. وأرحب الآن بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور شادي، أهلا بك سيد عبد الرقيب. نتحدث اليوم عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالاتفاق الحاصل ما بين الانتقالي والحكومة الشرعية. كيف تنظر إلى عملية الاستلام والتسليم لليمن ما بين السعودية والإمارات؟ التحية لك ولضيوفك ولمشاهدي القناة. ما حصل اليوم من يعني انسحاب للقوات الإماراتية ويعني استلام عدن من قبل القوات السعودية هو جاء بطلب من الحكومة الشرعية التي اشترطت قبل أي توقيع على اتفاق جدة والرياض أن يتم خروج الإمارات من المشهد. صدر بيان تصريح عن مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية، استلمنا خبر من مكتب رئيس الوزراء يتحدث بشكل واضح أن انسحاب الإمارات من عدن يعني أن عدن ستدخل مرحلة جديدة. هذه المرحلة عنوانها الاستقرار
وتمكين الحكومة الشرعية من العمل والقيام بواجباتها. انسحبت الإمارات عمليا، وباعتقادي أن من يساوون بين التواجد الإماراتي والتواجد السعودي، يعني هؤلاء بالواقع يعني غير منصفين. أنا أطرح سؤال، هل في كل منطقة تتواجد فيها المملكة العربية السعودية أو قوات السعودية هل يتم استلاف أو تقويض مؤسسات الدولة؟ لم نشاهد واقعة واحدة من ذلك. كانت الإمارات هي المشكلة، وهي التي قوضت مؤسسات الدولة ومنعت الحكومة من العمل وأوجدت كل هذا العبث والانقلاب والأذرع الأمنية والعسكرية. اليوم نحن أمام مشهد جديد عنوانه وجوهره يتم طي الإمارات من المشهد، وتحويل المجلس الانتقالي من كيان متمرد يدعو إلى الانفصال وفك الارتباط إلى مجرد موظفين يتبعون الحكومة الشرعية، الأذرع الأمنية والعسكرية التي صنعت العبث طوال 4 سنوات في المحافظة المحررة. بموجب قرار واتفاق الرياض سيتم هيكلتها في إطار مؤسستي الجيش والأمن، وهذا جوهر مطالبة الحكومة الشرعية وما كان يدعو له جميع اليمنيين المطالبين والمؤيدين بعودة الدولة. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الرقيب، وأرحب الآن بضيفي سينضم لنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني لعلك استمعت لحديث ضيفنا المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، يقول أنه ما حدث اليوم في العاصمة المؤقتة عدن من انتشار للقوات السعودية هو بداية لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا تنفيذ لقرارات الشرعية اليمنية في هذا الخصوص. هل تتفق مع ما طرح؟ تحية لك للأخ عبد الرقيب. يعني من المبكر القول بأن هذه خطوة للأمام. بلا شك أنه وجود القوات الإماراتية ودعمها للمشروع الانفصالي عقد المشهد في اليمن وأضاف مشاكل إلى المشاكل الأصلية. لكن أولا علينا التسليم بأن الإمارات في حالة هل ستنسحب من المشهد السياسي تماما، ما دورها المستقبلي؟ أيضا ما هي الأجندة السعودية فيما يتعلق بإدارة الشأن في عدن وبإدارة الأمور بشكل عام في اليمن؟ أيضا الانتقال من الوصية الإماراتي إلى الوصية السعودي يعتبر كأننا ننتقل من مربع إلى مربع في دائرة ليس لها أفق. المنطق يقول بأنه هذه المناطق اليمنية تنتقل إلى أيادي يمنية، تنتقل إلى سلطة شرعية يمنية تمتلك مقومات كلمة شرعية. طبعا لسوء الحظ عبد ربه وسلطته لا يمتلكون مقومات الشرعية. هؤلاء كرويين فاسدين فاشلين سيئي الفعل، وبالتالي المسألة أن نحن الآن سننتقل إلى وصاية سعودية، إضافة إلى أن ما يسمى الآن اتفاق الرياض أو ما كان يسمى اتفاق جدة يشير إلى أن الوضع في طريقه إلى التصعيد وإلى الفوضى وليس إلى الاستقرار، لأن الأحلام الموجودة داخل الاتفاقية بأنه سيتم دمج هذه القوات، وهي قوات في الأساس أولا القوات من الجانبين لا تحمل مواصفات القوات اليمنية، بمعنى لا قوات عبد ربه نستطيع نقول عنها جيش يمني أو مؤسسات يمنية، ولا الانفصاليين قدم انفصاليين، يعني الانفصاليين لا نستطيع أن
وبالتالي الاتفاقية هذه يبدو هي فقط مربع جديد تنتقل له المشكلة اليمنية، ربما يكون أيضا مربع مليء بالفوضى ومربع مليء بالعنف. لكن سيد عبد الناصر، يعني البعض يقول أو البعض يرى بأن المشروع الإماراتي مع هذا الاتفاق انتهى تماما، هل يعني طرح كهذا يعتبر دقيق في ظل وجود المجلس الانتقالي الذي أسس بإشراف الإمارات ويدين لها بالولاء المطلق، واليوم اعترف به كطرف أساسي في مفاوضات قائمة ما بينه وبين الشرعية؟ يعني هذه هي المشكلة. هذه هي المشكلة. الآن احنا أضفنا التعقيد، أننا أضفنا ما يسمى شرعية وهي وتمثل اليمن طرف انفصالي لديه أجندة لتفكيك اليمن ويعلنها بكل صراحة، يعني ليست أجندة خفية. وبالتالي كيف ستدار؟ كيف سيكون هذه المؤسسات التي يراد دمجها بقوى انفصالية؟ ومن تجارب الشعوب ومن تجارب اليمن هذه عمليات فاشلة. المحاصصات وخاصة المحاصصات الجهوية والطائفية هذه أخطر الصيغ على أي مجتمع. الآن يراد لنا أن نقبل بهذه الصيغ المحاصصات الجهوية، إضافة إلى أن هذه الجهات تعلن بشكل صريح وواضح أنها تريد تفكيك الدولة، إضافة إلى أنها أيضا أداة من أدوات طرف خارجي وهي الإمارات. لهذا السبب لا، أنا لست متفائل. أنا فقط أشوف أن الأمور تزداد تعقيدا، لازلنا بنبعد كثيرا عن هدف استعادة الدولة، هدف هزيمة الحوثيين الذين يشكلون الخطر الرئيسي وسيظلون هم الخطر الرئيسي، لأنهم لسوء الحظ يمتلكون مصادر قوة أفضل من الأطراف الأخرى، وبالتالي هم يظلوا الخطر الرئيسي أمام استعادة اليمن كدولة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي. أعود لضيفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، يعني تحدث ضيفنا عبد الناصر المودع بأن ما يجري هو يعني تنقل من مربع إلى مربع في دائرة ليس لها أفق، يعني ما يحدث هو عبارة عن استلام وتسليم بين مشروعين ولم يأتي الأمر بجديد. أحترم وجهات نظر الأخ المودع، وأنا باعتقادي أن الهزيمة التي تلقتها أدوات الإمارات في شبوة ثم أبين ثم عدن لولا تدخل الطيران الإماراتي في أغسطس الشهر قبل الماضي، هذه الحادثة كانت يعني نقطة تحول كبيرة في مسار وموازين القوى في المحافظات الجنوبية. بعد هذه الهزيمة انكمش المجلس الانتقالي في عدن وأخذ يصنع يعني يحفر الخنادق يتخوف من قدوم الجيش الوطني الذي كان قاب قوسين على تحقيق نصر كامل في عدن. أقول بعد هذا الواقع وقع المجلس الانتقالي بين خيارين، إما أن يخسر يعني تواجده بالكامل، وإما أن يسلم وينخرط في ظل الحكومة الشرعية، خصوصا مع وجود متطور جديد وهو خروج الإمارات من المشهد بالكامل، وهذا ما رأيناه على أرض الواقع، سواء في عدن انسحبت من مقر التحالف، انسحبت من مطار عدن، من نقاط عسكرية وأمنية في أبين، في سقطرة، في رمة، في ثمود، في حضرموت. خروج الإمارات جعل المجلس الانتقالي أمام ما الذي يجعلنا سيد عبد الرقيب أن نشعر بأنه فعلا انفرجت الأمور وأن الإمارات انسحبت؟ الإمارات يعني أسست كيانات كثيرة داخل البلد ولديها المجلس الانتقالي ولدى المجلس هذا أنصار أيضا يعني يدينون بالولاء للإمارات ومستعدين يعني أن يقدمون لها بغيابها أكثر من وجودها. أخشابي، أنا أتحدث عن وقائع. هناك قوات إماراتية انسحبت وحلت محلها قوات سعودية في إطار عملية انتقال لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن.
وجود الأذرع الأمنية والعسكرية أو حتى الذراع السياسي المجلس الانتقالي سيتم إدماجه في إطار الحكومة الشرعية. نحن أمام خيارين، إما أن نجعل هؤلاء خارج الدولة ويكونوا عبارة عن مكونات مسلحة مدربة وعامل يعني إعاقة وتترصد الدولة وتفجرها من الداخل، أو نقوم باحتوائهم في إطار الحكومة الشرعية ونمضي جميعا في إطار عملية استقرار عدن والمحافظات المحررة وحشد جميع الطاقات إلى الهدف الرئيسي وهو الانقلابيين الذين يسيطرون على صنعاء وبعض المحافظات الشمالية. عملية يعني أن نبعد هذه المكونات وأن لا نحتويها وأن لا تدمج ويعاد هيكلتها في إطار مؤسستي الجيش والأمن، هذا خطأ صادح. الإقصاء هو الذي أنتج المشكلة والقضية الجنوبية التي نعاني منها حتى اليوم. نعم. وعملية الإقصاء ليست حلا. نعم. يعني لكن لو عدنا لمسألة انتشار القوات السعودية، لماذا انتشار لقوات سعودية بينما لدينا مؤسسة عسكرية ولدينا جيش يعني باستطاعته تأمين البلد بأكملها؟ انتشار القوات السعودية هو عملية استلام لتهيئة الأوضاع وتأمين عدن لقدوم الحكومة الشرعية واستلامها لجميع المؤسسات وإدارتها للدولة. عملية الاستلام هذا هو مطلب يعني ما تقدمت به الحكومة الشرعية في إطار الخروج من مربع النفوذ الإماراتي إلى عودة الدولة ويعني سيطرتها وحكمها لجميع مؤسسات الدولة. الحديث هنا على أن قوات سعودية بدل عن قوات إماراتية، أنا طرحت سؤال يعني حيثما وجدت القوات السعودية لم نجد مشكلة مع الدولة، لم نجد مشكلة مع مؤسسات الدولة، لم نجد مشكلة في القوات العسكرية، ولكن وجدنا مشكلة في قرارنا السياسي وقرار الدولة وسيادتها يعني مرهون بيد الشرعية التي هي أساسا تنفذ أجندة السعودية يمينا ويسارا. يعني لا يوجد بالفعل تدخل أي جندي أو ضابط سعودي على الأرض، ولكن الدولة بنفسها مرهونة للسعودية وتنفذ كامل الأجندات. ليس جديد هذا الأمر سيد عبد الرقيب، ولكن هنا السؤال الأهم سيد عبد الرقيب في مسألة القوات التي انتشرت. يعني عندما كانت الإمارات تتوسع وتنشئ التشكيلات العسكرية كان يردد نفس هذا الحديث بأن ما يجري هو أمر طبيعي والعمل على ترتيب الأوضاع واستتبابها في أكثر من منطقة داخل البلد، ومن ثم تبين أن الإمارات يعني عملت على مشروع سيء للغاية. اليوم السعودية نفس الإطار، يعني نفس الأمور تنفذ. يعني الحديث يعني في هذا الإطار، لماذا تشكلت هذه المكونات من حيث الأصل؟ يعني هذا يقودنا إلى ضعف في أداء الحكومة الشرعية نفسها. نحن اليوم نناقش واقع جديد وهو اتفاق الرياض والبنود التي قرأناها وسمعناها ونرى على الأرض هناك جملة من التحركات. إذا أردنا أن نحاكم المرحلة بالكامل، نعم لدينا تحفظات ولدينا انتقادات ولسنا راضين عن أداء الرئاسة ولا الحكومة الشرعية وعلى ارتهانها بالكامل للقرار السعودي ويعني غيابها عن المشهد، لكننا نتحدث اليوم عن هذه النقطة ويعني أرجو أن نركز فيها حتى لا يتشتت الموضوع. اليوم هذا الاتفاق يفتح باب الأمل لليمنيين باستعادة عدن. بموجب هذا الاتفاق الحكومة الشرعية هي التي ستدخل أرضا جديدة وهي عودة العاصمة المؤقتة، بينما يسقط المجلس الانتقالي بمشروعه المعلن وبشعاراته التي يدعيها ويحول نفسه إلى مجرد موظف تحت لافتة الحكومة الشرعية. جميل، أشكرك السيد عبد الرقيب الهدياني محلل سياسي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وأعود لضيفي المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، لا تعتقد بأن أمر البلاد أفلت من يد الشرعية اليمنية والنخبة اليمنية بكل أطيافها؟ ألو. نعم سيد عبد الناصر، يعني كنت قد سألتك ألا تعتقد بأن أمر البلاد قد أفلت من يد الشرعية والنخبة اليمنية بكل أطيافها؟ يعني إذا فهمت السؤال أقول أنه هل تقصد أنه
يعني لدينا مشكلة جوهرية منذ فترة طويلة، وهي هذه الشرعية. هذه الشرعية لم تمتلك لا المقومات الذاتية ولا الموضوعية لتصبح سلطة شرعية حقيقية، وبالتالي هذه هي المشكلة الأصلية. فيما يتعلق، أعود إلى الموضوع الأصلي، فيما يتعلق بما يسمى الآن اتفاقية الرياض وما يحدث الآن في عدن وفي غيرها من المناطق الجنوبية، الصورة لها أكثر من وجه. هناك وجه البعض يراها من وجهة نظر إيجابي وتطور، وهو خروج الإمارات والضعف تواجدها، ومن ثم ضعف الأجندة الانفصالية. وهناك من جهة أخرى وجه آخر، وهو أن الأوضاع الآن تسير بشرعنة الانفصاليين ووجودهم وإدخالهم إلى داخل مؤسسات الجمهورية اليمنية التي يرفضون الاعتراف بها ولديهم مشروع لتفكيكها. فالصورة هنا، هذه الوجوه المتناقضة هي التي تجعل من البعض يرى ما يحدث خطوة إيجابية للأمام أو أنها خطوة للخلف. لكن بشكل عام أقول أنا بأنه لسنا في الطريق الصحيح. نحن منذ فترة طويلة، وليس من الآن، منذ فترة طويلة نسير باتجاه في طريق خاطئ، وبالتالي في داخل هذا الطريق الخاطئ نتحرك يمين، نتحرك شمال، نعود للخلف، لكن نحن لازلنا في الطريق الخاطئ، لم نبدأ البداية الصحيحة، لم نبدأ. لكن سيد عبد الناصر، هنا سؤال أخير فيما يتعلق بالقوات السعودية وتواجدها بشكل مكثف في العاصمة المؤقتة عدن. يعني الكثير قد يقول بأن أتت هذه القوات ولديها مبرر، ولكن هل كثافة وصول هذه القوات من حيث طائرات عسكرية لنقل جنود ومعدات وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الساعات الماضية، وأيضا قوات دخلت عبر البر ووصلت إلى سيئون ومن ثم إلى عدن، هذا التواجد الكثيف، ألا يوجد لديك تحفظات أو تخوف من هذا التواجد العسكري مهما كان المبرر؟ يعني أولا نقول، ما هو الهدف من هذه القوات؟ يعني هل هذه القوات ستأتي لتضبط الأمن داخل عدن وتتصارع مع أو تحاول أن تفرض الاتفاقية بالقوة؟ هذا أمر مستبعد تماما. لا تستطيع القوات السعودية أن تمارس وأن تقوم بدور الشرطي أو أن تقوم بدور الأمن اليمني، ولا أيضا تفرض الاتفاقية بالقوة. لاحظنا السعودية ودورها كيف أنها لم تستطع أن تفرض وجودها في المهرة التي هي من أصغر محافظات اليمن ومن أكثرها سلاسة وبساطة، ورغم ذلك السعودية عقدت الأوضاع في المهرة ولم تستطع أن تبسط سيطرتها على المهرة. فكيف في عدن، المدينة التي تعج بالمتناقضات والمتصارعين والمتحاربين؟ وبالتالي هو ما هو الهدف من هذه القوات؟ لأنه يكفي السعودية ضغطها الدبلوماسي على وضغطها على الأطراف، على قادة القادة، وليس تواجد هذه القوات سيخلق وضع. يعني لا أعرف بالضبط، عندما تنشر عدة آلاف ما هي الفائدة من ذلك؟ هل ستتوجه هذه القوات لتحارب الحوثيين من عدن؟ أيضا هذا أمر مستبعد بالقياس إلى طبيعة الصراع الذي يدور مع الحوثيين ومناطق النزاع. لهذا السبب المشكلة كما ذكرت لك، نحن الآن ننتقل إلى مربع في داخل المربع السيء. إحنا في داخل مربع سيء، ننتقل داخله، لم نخرج من هذا المربع. لم نخرج إلى الفضاء. نستطيع نقول بأننا بدأنا الخطوات الأولى، اللبنة الأولى في بناء اليمن، في استعادة اليمن، في استعادة الدولة اليمنية. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي في هذه الحلقة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.